السلام عليكم، انت المس هيام مس الانجليزي؟ اتفضل. اه بس انت طالبيتني موديه مع ولدي صميطه ورقه انه رجاء احضار ولي امرك لانه مستواك بالانجليزي صفر. والله الصراحه يا ابو صميطه وبدون مجاملات وضع ابنك بالانجليزي تحت الصفر كمان. يا ست هيام انت صاحيه شو اللي تقولي بيه؟ انا اللي اقري ولدي على الانجليزي، هي اختبريه قدامي. طيب ماشي، انا راح اختبره قدامك وشوفي بعينك. ابني يا صميطة حط لي كلمة جاك في جملة مفيدة. يلا يا ولدي شد حيلك لا تفضحنا. جاك جاك الموت يا تارك الصلاة. أحسنت أحسنت. غلط غلط، شو اللي صح انت الثاني؟ طيب حط لي كلمة سوتو في جملة مفيدة. سوتو سوتو وجوهنا الله يسود وجوهكم. هذا ولدي هذا ولدي. أحسنت يا رجل، شو اللي أحسنت؟ طيب خلنا نحاول معه مرة ثالثة. حط لي كلمة أندر في جملة مفيدة. أندر 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 ابن شداد. لا 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 هيك وضعك كثير. طيب حط لي جملة ويب كام في جملة مفيدة. ويب كام ويب كام ويب كام كيلو البطاطا اليوم يا معلم. لا لا أنا جبت آخري معك. طيب حط لي جملة أسفور في جملة مفيدة. أسفور أسفور في اليد والعشرة في الشجرة. أنا راح أترك مهنة التعليم من وراك يا صميطة. طيب عشان عيون أبوك وعشان أثبت له أنك واحد حمار حط لي كلمة بوست في جملة مفيدة. بوست 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 إيدي أمك اليوم يا مس. أنت واحد راسب فاشل، تطلع من المدرسة ممنوع ترجع عليها. شو اللي راسب وفاشل؟ كل الكلمات والأمثلة اللي أعطاك إياهن تراهن صح، بس أنت ظالمة، أنت حاطة نقرش من نقر الولدي، راح أنقله وحطه بمدرسة ثانية، ولك يا حاقدة أنت.